اكتر التحديات اللي بحبها جدا الجينجا والتاور او البرج بتاعنا اللي هنشوف مين اللي هيوقعه النهارده. انا حاسه بعدم ثقه في الاسره احنا دي. هنوقعه ان شاء الله. ده ايه الثقه المبالغ فيها دي؟ ده معاكم مهندسه حتى يعني ثقه في المهندسه مدني يعني مش كده. طيب جاهزين؟ هنبتدي بحضرتك يا استاذ عبد الرحمن. اه على طول. لا يعني ان شاء الله ما توقعوش، ده اول واحده دي بتبقى اسهل. طيب واحده يلا. اطفالك نفسهم يلعبوا بس بحملك المسؤوليه دي. يعني يا ريت ما توقعوش قبل ما نوصل له. يا ريت. اه الله. طب اي نصايح من الباشمهندسه مثلا؟ يا ايوه. طب قول له، عارف قول له نعمل ايه. طب ما حلو اهو سيف سايد، مش ريسكي هو. ها أيوة شخص بتاع الايه، هحسب مفاوضات. صح مفاوضات، انا اسفه. صح مفيش ريسك في الموضوع، مفيش ريسك وفي ايه، في مفاوضات. طب انا هعمل الطيبه اللي عليا، مش هقدر واعمل كده علشان ايه الحركه دي، حركه شريره قوي. يلا. طب مفيش حاجه حطها كده. لا بالراحه بقى، بالراحه بقى، بالراحه. جوزيف، جوزيف واثق في نفسه. اه يعني ايه شوف كده قاعدين مسيطرين. باشمهندس، باشمهندس ان شاء الله خير بقى باذن الله. بالراحه بس، بالراحه، ما خدتي بالك؟ بالراحه بالراحه. اه شفتي جو عمل ايه؟ احنا بس بنرسم، فمش عارفين بقى بنطبق ازاي ولا عارفين. لا لا يا باشمهندس ينفع؟ ايه يا باشمهندس ده، انت ازاي كنت تعملي كده؟ هتقع. ماشي خير ان شاء الله. انت اللي هتوقعي؟ ليه يا مريم؟ تعالي وريني هتوقعي ازاي؟ انا بس بعمل لك مسؤوليه ان الاطفال نفسهم يلعبوا. هو ليه ليه فين الثقه في مامي؟ طب شجعيها. مفيش ثقه في مامي. اللي تحت او اللي فوق بيقول لك، اسمعي كلام ابنك. دي تحت بيقول لك، تحت تحت خالص بيقول لك تحت، اسمعي كلام ولادك. اي تحت. ايوه اللي اللي انا طلعت منها. ايوه دي، ايوه اللي فوقيها. برافو، يا سلام على الاسره المتعاونه. والنبي حلوه وبتسمع الكلام، شاطر. ايوه الراحه بقى وانت راجعه. عمر خلي بالك، خلي بالك كنت هتخسري. يلا خلي بالك. بالراحه يا عمر. لا لا عمر يا جماعه فاهم هو بيعمل ايه والله، بس بالراحه يا عمر ان شاء الله يعني فاهم هو بيعمل ايه. لا ما تبصش، ما تبصش. عمر 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 بص يا عمر، استنى يا عمر، استنى بالراحه خالص، سيبه يهدى، ارجع لورا، ايد واحده، شوف كده ايه اللي ممكن تطلع معاك بسهوله من غير ما توقع الجول. بالراحه خالص، بصي دي مثلا. معلش انا مضطره اساعدك. راحة يا عمر. لا هتقع. لا 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 بالراحه، بالراحه خالص، خدها بالراحه. ايوه بالراحه خالص، بالراحه خالص، وانت بتحطها حطها بالراحه خالص، وانت بترجع بالراحه جدا. ارجع على كلام بابا، بابا متوتر قوي جدا. برافو عليك. استنى 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 استنى، الموضوع بدا يبقى خطر. يلا حبيبي حبيبي. يلا انطونيو شكله بيعرف يلعبها. لا يا انطونيو، لا يا انطونيو، بجد عملت كده. برافو والله. مفتري مفتري طبعا، بس شاطر شكله بيلعبها كتير. اصل انا بعمل الحركات دي. احنا جايبينها بجد. طب يا رب تلعبي بقى. برافو. بالراحة يا مصطفى، ايه التهور ده؟ بالراحة يا مصطفى، مش بالراحة قوي كده، مش سلو موشن يعني. استنى 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 استنى. ها يلا يا مصطفى، بالراحة جرب جرب جرب، اللي تطلع معاك طلع. معلش معلش لا معلش اهي، هي ايد هنا ومن ايد من هنا. برافو يا مصطفى، بالراحه خالص بقى، على مهلك خالص. بص بص الثبات الانفعالي مهم قوي، وبالراحه الدقه والتركيز، ما تفكرش في اي حاجه. برافو جدا يا توفيق، يور دوينج جريت. بالراحه كل ما سيبها 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 سيبها. لا ما سيبها يا حبيبي، بالراحه سيب. ماشي حطها بقى بالراحه جدا، لو وقعت يبقى خسرت. برافو يا مصطفى، برافو والله. انت جايباها في البيت ومقطعه الدنيا لعب، ان شاء الله خير. بص ماشيه ازاي. يلا حبيبتي داخله بيت رعب. يلا بالراحه مستعجله، ماما بتقول لك زقيها الاول. ايوه ادوها وقتها يا جماعه، ادوها وقتها، الموضوع محتاج تركيز. امسكيها امسكيها وشديها، خلاص خلاص هتقع وتقع. امسكيها وشديها. شفت بقى، شفت بقى يا بابا، استنى
عليا شوية. على بعد. هي ده خلاص ده فاضل لك زلطة. الله حلوة قوي. حطيها بالراحة قوي عشان الموضوع بقى خطر قوي. فوق في النص. ماشي ماشي يلا يا جوجو. حلو. ارجعي. حضرتك كنت عارف من اول انك هتوقعها. اتفضل خش وقعها. يلا هي فرصه اهي. يا ريت توقعها. يا ريت تيجي منك ما تجيش كده. الله على الروح الرياضيه اللي في الحلقه دي رهيبه. لا لا مش كده. مش كده الله. ايه ده بقى؟ ايه بقى؟ مش عارف. طب ايه نساعد يا باشمهندسه ولا ايه؟ جرب يا باش. يلا يا باشمهندس لازم تاخد ريسك. اللعبة محتاجة ريسك. ايوه مفيش ريسك برضو. هنحطها ازاي بقى ونرجع ازاي ده المهم. لا جنبها. طب يعني انا اوضبهم. خلي بالك وانت بتوضبهم بلاش النية الصافية دي. ايوه شفت دي؟ لا شفت دي؟ يعني فاهم؟ اتفضل عليك. برجلك اليمين. لا برافو والله برافو. ان شاء الله يقع. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ اي واحده هو عارف هو عارف عارف قوي. يا نهار ابيض يا جماعه مخلص. انت بقى بتاع الريسك. برنس. انت ده برنس الريسك ده صح؟ ده بياخد ريسكات عادي. باشمهندسه هيبقى شكلك وحش قوي لو وقعت منك بصراحه. ما المعاناه المهندسه المدني اللي موجوده معانا توقع البرج. بصي كده جربي حاجة سيف كده. سيف برضه واخد سيف. يا ماما اعملي أي حاجة اعملي أي حاجة. بقول لك اعملي أي حاجة. ما توترهاش يا ابني. صحيح. هنا. صحيح مثلا. شاطرة. اعملي أي حاجة هي عملت أي حاجة وشاطرة أهو. يلا يا أي حاجة. برافو. أيوة. مالناش دعوة احنا. مش دعوة احنا يا محمد. يلا يلا. ماريا هتقع لوحدها؟ ليه يا ماريا كده؟ تعالي كده تعالي كده من هنا. يلا بقى ايوه ايوه خلي لو خدت واحده خلاص. بيقول لك ما تحركيش جامد. امسكي بصباعك. ايوه انا بروح. امسكي بصباعك. الله حلوه التيبس دي. بتغشش من غير اي حاجه. ما يا ماريا شكلك هتوقعيها يا ماريا. انا اسفه انا اقول لك كده. ماريا تري دي فيسيل دي. تري ايه؟ صعبه. تري دي فيسيل؟ يا حبيبتي. يعني صعبه جدا. بس هي ممكن تطلع بس بالراحه. لا البيضه دي اللي تحت. على فكره اللي انت كنت فيه صح برضه. عشان وممكن تسمعي كلام ابنك يبقى انصح عادي. دي؟ ايوه ايوه البيضه دي. سهله؟ دي كتير؟ سهله ولا تطلع؟ بكتير. انا قلت بقى اللغات عامله شغل ايه؟ الله. والله برافو. الموضوع ابتدى يبقى صعب قوي. بالراحه. انا كده هتقع. انا كده هتقع. بالراحه وانت ماشي. ده ايه الثبات ده؟ عمر. عمر شايفاها في وشك. عمر خلي بالك يا عمر. والله شايفاها. تعالى كده. طب ماشي فكر فكر. لف بيلف بياخد في وجهتنا. بيلف لفه حلوه. انا شايفاها في وشك. بلاش بلاش سيبه يا بابا. طيب خلاص براحتك. سيبه ياخد قراره. لازم في حد في القصه دي ياخد قرار بقى بسرعه. بس انا شايفاها في وشك يعني. طب عمر في واحده طالعه سنه شايفها؟ انا ساعدتك فيها خلصها. فوق اهي. يبقى جالها بسرعه. شايفها؟ عمر ايه التفكير ده ما بيدلش على اللي هيحصل حالا. الله برافو. انت رايح فين؟ بالراحه بالراحه خالص بالراحه. يا قلبي تعالى من هنا تعالى من هنا. في النص في النص في النص. ايوه انت بطه. بالراحه. استنى استنى استنى. انت بس حرفتك. حطها بالراحه جدا. حطها بالراحه حبيبي. وامشي بالراحه. قوي. يا حبيبي توتر. ما تجريش. اجري. انطونيو انت اللعيب بس الموضوع صعب قوي. انت اللعيب فخلي بالك ان ايه احنا قلنا ان انت اللعيب. هو عارف عارف. عارف ايه ما هو اللعيب. طيب يا طنا اتوقع. بتصعبها علينا تاني. انطونيو انطونيو مصطفى اللي بعدك. ماشي ماشي. انا هوريك. هتوريه ايه؟ هتورينا كلنا. قال لك ماشي انا هوريك. بالراحه بالراحه بالراحه. ايه ماشي انا هوريك. بلاش بلاش الحماس ياخدك. قال له ماشي انا هوريك. ورينا بقى ورينا بيقع ازاي. وري. والله شاطر وذكي وجميل. قال له ماشي 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 انا هوريك. ورينا ايه بالظبط هنشوف. بالراحه بقى. بالراحه يا مصطفى. بالراحه يا مصطفى عشان هو بيتهز. أنا مبسوطة بيك قوي يا مصطفى. هي واضحة كمان هي اللي بتكتب. حبيبي
انت واخد قرارك من بدري بقى. وراك طلع وراك والله برافو. نارم نارم طم 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 طم. انت بتلفي حواليها برضه بتلعبوا مصارعه. تعالي كده تعالي هنا تعالي من هنا كده يلا. اعمل ايه؟ دي هيقع. ايوه دي بالراحه. امسكيها بالراحه ما تخافيش. هو مانا عامل كده؟ معلش ما هو عامل كده عشان بقى عامل كده. هيخسروا. يلا والله العظيم اسرع اكتر وقت طول فيه البرج. ودي حاجه حلوه. هل بقى هنخلصها على ايد جوجو؟ اه. طب ثقه ندي ثقه لبنتنا حبيبتنا. اللي تحت قلت لك عليه اللي تحت. معلش شفتي بقى وترتيها. هدي ثقه. لا هتعرفي. يلا. هي اللي تحت. لا انتوا ازاي بجد ازاي بتوتروها كده؟ لا اطمني. دي عايزه اعصاب اللعبه دي. ما توتروهاش. ايوه برافو. ثقه. لا برافو جوجو. برافو يا جوجو. يا جوجو. برافو. الله يا جوجو. دبتيني يا جوجو. ما تضحكوش. معلش بس شاطره جدا والله. تعالوا نروح نكمل تحدياتنا ونشوف بقى جوجو هتعمل ايه في التحديات اللي جايه. يا لوحي.